أهلا ومرحبا بكم طلابي أحبائي، طلاب الصف الحادي عشر. هذا هو الأسبوع الحادي عشر. في هذا الفيديو سنسلط الضوء على أهم المحاور والموضوعات التي سنقوم بدراستها ومناقشتها خلال هذا الأسبوع. كونوا معي. بداية، وكما يظهر أمامكم، لازلنا في درس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذه هي نتاجات الدرس. هذه هي الخارطة المفاهيمية التي ستبين لنا كيف سيجري وكيف سنعرض هذا الدرس، مفهومه وحكمه، أهمية نيل السعادة، تحقيق الخير في الأمة، استقرار المجتمع وخطورة تركه، انتفاء صفة الخير عن المجتمع، انتشار الفساد، انعدام المروءة، ضوابط وآداب تكون التحلي بالموعظة بالحكمة والموعظة الحسنة، العمل بما يأمر الناس به والعلم بما يؤمر به وينهى عنه، والصبر على الناس والرفق بهم. مفهوم الأمر بالمعروف هو دعوة الناس إلى كل خير وفضيلة ونهيهم عن كل شر ورذيلة، وذلك الدعوة إلى إقامة الصلاة، الصوم، الإصلاح بين الناس، النهي عن شرب الخمر، تعاطي المخدرات، تعمد الإفطار في نهار رمضان دون عذر. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب، أنت لست لك فيه خيار. ثانياً، أهمية الأمر بالمعروف نيل السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة. قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. أيضاً تحقق خيرية الأمة الإسلامية وكمالها وتميزها عن باقي الأمم. وبعد هذا العرض السريع سننتقل إلى حل أسئلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه هي الأسئلة عزيزي الطالب، المطلوب منك أن تقوم بحلها. أبين مفهوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أستنتج دلالة النصوص الشرعية الآتية، وأبين أثرين من الأثر المترتب على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أعلل ما يأتي: وجوب علم الداعية بما يأمر به أو يؤمر به أو ينهى عنه، حرمة نهي المسلم عن فعل مع الإتيان بمثله، وبعدها الاختيار من متعدد. بعد ذلك عزيزي الطالب، سننتقل إلى منهج الإسلام في معالجة الفقر. يتوقع منك عزيزي الطالب أن تبين مفهوم الفقر ومخاطره، توضح أسباب الفقر، وتوضح منهج الإسلام في معالجة الفقر، وتحرص على تقديم المساعدة للفقراء. ومرة أخرى، هذه خارطة مفاهيمية تبين كيف سيكون نمط الدرس. منهج الإسلام في معالجة الفقر، مفهوم الفقر ومخاطره، أسباب الفقر، منهج الإسلام في معالجة الفقر، الحث على العمل، تحقيق التكافل، التوكل على الله. مفهوم الفقر، الفقر هو عجز الإنسان عن سد احتياجاته الأساسية اللازمة لحياة كريمة. وهناك بعض الأمور التي قد تترتب عليها عدة أمور تنعكس على الفرد والأسرة، مخاطره على السلوك والأخلاق. مخاطر الفقر كثيرة، قد تكون تؤدي إلى ارتكاب المحظورات مثل الغش، الكذب، السرقة، الجريمة، المخدرات. مخاطره على الأسرة، تكوين الأسرة لعدم، هنا قد يؤثر على تكوين الأسرة، لعدم القدرة على كل الزواج، يكون سبباً في عمالة الأطفال، تفكك الأسر، تمزيق أواصر المحبة بين الأفراد. مخاطره على المجتمع، تكون إذا سيطر الفقر سنلاحظ قلق، انعدام أمن، انتشار الجريمة، انتشار التسول، حقد الفقير على الغني، والشعور بالظلم أيضاً، وهذا تهديد لاقتصاد المجتمع وأمنه واستقراره. أسباب الفقر، هناك أسباب عديدة مثل قلة الموارد، قد تكون خارج عن إرادة الفرد، مثل قلة الموارد الاقتصادية التي تؤدي إلى عجز المجتمعات عن تلبية حاجاتها الأساسية من ماء وغذاء وغيرها، تدني الدخل والأجور، تفشي البطالة في المجتمع بسبب عدم توافر فرص
وغياب الأمن والاستقرار نتيجة الحروب والكوارث الطبيعية مثل الجفاف، الفيضانات، العواصف، حيث لا يستطيع الناس أن يعملوا بأمان. ويقل عدد المستثمرين، يعم الفساد المالي والإداري لغياب المراقبة والمحاسبة، فينتشر الفقر كثيراً. أسباب الفقر ما يتعلق في الفرد نفسه مثل الكسل، العزوف عن العمل، عدم الأخذ بالأسباب الرزق، الاتكال على الناس في الإنفاق. منهج الإسلام في معالجة الفقر: الحث على العمل وطلب الرزق والحلال. لابد لكل إنسان أن يكون قادراً على أن يسعى ويعمل، فخيرات الأرض كثيرة. تحقيق التكافل الاجتماعي عن طريق الزكاة والصدقات. أيضاً التوكل على الله بعد الأخذ بالأسباب. إقامة العدل بين الناس ومكافحة الفساد المالي وتهيئة البيئة المناسبة للنمو الاقتصادي. طلابي الأعزاء، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية الفيديو. طاب نهاركم بكل الأمل والخير والبركة.